أرى أنه حان الوقت لكي نقف وقفة تأمل وتدبر وتقييم ولوازم النوم أو فيما يتعلق بمدى تقدم مشاريع تطوير نوعية المنتجات. رجال تحدي دارها التلفزيون الرسمي رفقة مكتب أو مديرية السمع البصري لوزارة الدفاع، اللي كانوا يتكلموا على واحد الفرقة نتاع يسموها المناورات التكتيكية، الفرقة 104 مناورات تكتيكية اللي داروا لها واحد الوثائقي جميل وبدقة تاع تصوير عالية وبجودة عالية وبصوت وبإخراج لم يعودنا عليه التلفزيون الرسمي ولا مديرية الإعلام والاتصال للجيش الوطني الشعبي لتابع البعلم ماضي. لكن كمشاهد وكعسكري وابن للمؤسسة العسكرية، كانت عندي واحد الملاحظة اللي بالك ما يتولهولهاش الكثير والكثير من المتابعين، خاصة منهم المدنيين. قبل ما يبتوا هذا الوثائقي للفرقة هذه، كان خرج قبلها بأيام قائد أركان الجيش الوطني الشعبي وقال واحدة التصريحات أنه سوف يصدر الصناعات العسكرية الجزائرية إلى الخارج، كان يقولها. بعدها مباشرة بأيام داروا الحصة هذه تاع الفرقة هذه، ومن غرائب الصدف أن هذا قائد الأركان الكذاب خرج ذاك الوثائقي انفى كل التصريحات نتاعه. كيف ذلك؟ لما خرج الشريط الوثائقي وأنا كمتتبع للشؤون العسكرية في الجزائر، قعدت نلاحظ في ذاك الوثائقي لم أجد ولا شيء واحد صناعة عسكرية جزائرية، ابتداء من الخوذة التكتيكية، الكاسك هذاك صنع صيني ولقيته يتباع في علي اكسبريس. في علي اكسبريس لما تدخل ذاك تسموها الخوذة التكتيكية، لما تكتب في جوجل غادي لما يخرجوا لك الروابط نتاع الخوذة التكتيكية غادي تلقى من بينهم الروابط هادو رابط تابع لالي اكسبريس، رابط تابع لالي اكسبريس، معناتها انت في دارك قادر تشري خوذه تكتيكيه تدير في حدود 3 ملايين او 4 ملايين، صنع صيني من النوعيه الرديئه او المتوسطه. هذه واحده، معناتها الخوذه تهنينا منها، ماهيش صنع جزائري. البدله صنع امريكي. السيارات اللي كانوا يتنقلوا فيهم هم سيارات الهامر، سيارات امريكيه، معناتها المرسيدس اللي قال لك انا نصنعوا في المرسيدس ويخلعوا فينا بالمرسيدس، ما كانش سياره المرسيدس اللي قال لك انا نصنعوها، ولا سياره سوناكوم. ما حتى اليومنا هذا من السبعينات الى يومنا هذا سوناكوم قاعد هو في الشكل نتاعو، في المحرك نتاعو، في كلش قاعد هو، حاجه ما تغيرتش. اضف الى ذلك حاجه واحده اخرى، البندقيات اللي كانوا يستعملوهم هم بندقيات خفيفة معدة للفرق الخاصة، مستوردة أيضا بين الروسية الأمريكية وبين بندقية القنص فنلندية الصنع. بندقية القنص هي فنلندية الصنع. أضف إلى ذلك الدرون اللي كانوا يصوروا به هو درون صيني. حتى لدروك مازال ما خدموش حتى حاجة في ذاك المسلسل أو الشريط اللي داروه الوثائقي، ما كان حتى حاجة صنع جزائري. حتى الكارثة اللي زادت دمرت هذاك الفيلم اللي صنعوه، أنهم استعانوا بصورة للفوتوشوب من القوات الخاصة الفرنسية، التي واحد الموقع في فرنسا نقل انه كاين قوات خاصه فرنسيه واستعمل هذيك الصوره، زادوا هما رفضوا الصوره وحطوها في الوثائق. هذا هو حال المؤسسه العسكريه او اي قطاع لما يحكموه ناس غير مؤهلين وناس غير اكفاء وناس ما عندهمش الروح الوطنيه وناس قاعده تخدم من اجل مصالحها وفقط.